طبعا ممكن يكون التهديد اللي في الجواب ده حقيقي. نصحى مع بعض شوية. واضح ان البنت دي بتعاني من الانطواء والكبت الشديد، وهي خجولة ولا تستطيع ان تقيم علاقة مع الجنس الاخر، وتشعر انه يتجاهلها ولا يهتم بها، فاصبح لديها شعور بالعدوان على الجنس الاخر، وتركز هذا العدوان عليك انت. مش انا بيه، ده حسن. انت؟ انا. انت جبت الدكتور ده منين؟ كان قاعد في ميدان التحرير. عيب عيب. وتركز هذا العدوان على حسن. نصحى مع بعض شويه. هو في حد نايم فينا؟ هو نايم. نصحى. لانها احبته واعجبت به، وخشيت ان تواجهه بحبها وعطفها ان تلقى منه الصدود والسخريه. يا رايق. فاصبحت تضيق بالامور، ولم تجد حلا الا ان تحطم نفسها وتحطم من تحب، اي قتلك انت. استاذ حسن اهو. عليك ان تبذل مجهودا لكي تعثر على هذه الفتاه. انا ببذل يا بيه والباقي على رأيك. نصحى مع بعض شويه. منين ده؟ وعندما تعثر عليها عليك ان تحضرها الى العياده. صح. وانا مستعد ان اعالجها مجانا. هذا والله كلامي لحين، والله كلامي لحين. تحرير مين ده بولاية؟ اتفضلوا دلوقتي برا. برا. مع السلامه. علقم والله علقم. برا. اتفضل. سيادتك بيطري. اتفضل. هعالجك بكره. كفانا الله شر القتال يا سيادة الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. تعال. ايه يا بيه؟ لا أرجوك يا دكتور، أنا مش بتاع الحاجات دي، عيب. لا 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 لا، أنا راجل ما عنديش أي اضطرابات نفسية ولا عايزك. ليه؟ يعني مرضه حب فاشل. طب وايه يعني؟ وفيها ايه دي يعني؟ فيها كل حاجه. فيها كل حاجه ازاي يعني؟ عايزك. ليه؟ صاحبك ده هو اللي بعت الجواب لنفسه. معقول حد يبعت جواب تهديد لنفسه؟ انت ايه؟ نصحى مع بعض شويه. أوه. علشان كلكم تهتموا بيه ويعوض حبه اللي فاشل. حسن؟ أنا مش حسن. أنت متأكد إنك ما كتبتش الجواب ده؟ لا يا سعادة البيه، أنت حضرتك برضه هتصدق دكتور النسفاني ده مجنون. اسكت بقى. ده الدكتور ده خريج جامعة زلتا بقى، اللي بتتكلم عليه ده. وبعدين قول له بقى، قول له إن أنت كتبت الجواب. قول له، قول له أحلى. ما تجيش بقى أنت راخر وتكبروها في دماغي. ده أحسن والله العظيم أتجنن معاه وحي وأروح أقتل لكم الدكتور ده. طب هادي، هادي يا حبيبي، هادي نفسك. بلاش أكتم؟ لا بلاش، ليه تجيبه لنفسك؟ ممكن تقول لنا حظبط إيه اللي ممكن نعمله؟ هنعمل محضر. والباقي على حسن. عليا انا؟ ازاي يا بيه؟ لما تشك في واحده معينه وتحس ان هي اللي كتبت الجواب هتهنى نستجوبها وناخد لك عليها